الوضع في سوريا لم يبق أي باب مشرع للفرح والابتهاج أقله بالنسبة للسعودية والكويت وقطر. الحالة المأساوية التي تعيشها بعض الدول العربية عموما وسوريا خصوصا دفعت بالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى إلغاء أوبريت المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته 27 المعروف بالجنادرية، وكذلك العرضة السعودية المصاحبة لفعاليات المهرجان الذي يقام كل عام برعاية منه. وفي الدوحة التي كانت تستعد لانطلاق مهرجان الربيع الغنائي لهذا العام في سوق واقف ابتداء من 15 من فبراير الجاري، أصدرت الجهات المنظمة للمهرجان قرارا بإلغائه رغم الانتهاء من التجهيزات النهائية لبدئه. على نفس الخطى سارت الكويت التي اعتادت الاحتفال في فبراير من كل عام بمناسبة عيدي الاستقلال والتحرير. هذا العام يحضر فبراير من دون حفلات موسيقية بعد أن أعلنت اللجنة المنظمة إلغاءها تضامنا مع ما يعانيه الشعب السوري على يد قوات نظامه. ما يمكن أن يطلق عليه وصف مفارقة غريبة أنه في الوقت الذي تلغى فيه كل هذه الاحتفالات تجري بشكل يومي احتفالات في بلدات سوريا ومدنها، نجومها أولئك الذين تخلوا عن الحياة قسرا وانسحبوا من المشهد ليفتحوا كوة في نفق تتطلع عتمته إلى نور الحرية. عدنان السوادي، العربية.